نزلنا في البرامج وتوا في البرامج المسجله وجائزه افضل برنامج مسجل واللي رشحته من اللجنه الفنيه وتنافسوا بشده فيها برنامج قصه لاعب للاخوين مازن مسعود ومحمد مسعود واللي تم عرضه على اكثر من 5 قنوات. برنامج اكس مربع من تقديم الشلماني وايضا تم عرضه على اكثر من قناه. برنامج لعبه وحكايه من تقديم وجه الجدي واللي تم عرضه على قناه ليبيا الرياضيه. وبرنامج كافي النجوم من تقديم فرج الديب واللي تم عرضه أيضا على أكثر من قناة. جميع البرامج كانت صاحبة محتوى جميل ومميز واللي أغلبها كان في شهر رمضان الماضي. الأخوة المميزين مازن ومحمد اللي هم مثال حقيقي للشعب الليبي المجتهد هي أنهم مش مذيعي البرنامج بس هم منتجين ومخرجين العمل ومن دون أن يشتغلوا في أي قناة خاصة ولا قناة عامة. واعتمدوا على أنفسهم وتمكنوا من السفر لبلدان زي تركيا وتمكنوا من السفر داخل ليبيا في إلى بنغازي في الموسم الثالث وأجروا العديد من اللقاءات مع اللاعبين المحليين والأجانب وأبرزهم اللاعب العراقي مهدي كريم بفكرة مميزة وبشغل محترف. أفضل برنامج مسجل لموسم 2021-2022 هو برنامج قصة لاعب للأخوين مازن ومحمد. ألف مبروك. طبعا أنا سعيد جدا اليوم مع مازن أن نتلاقوا في حفل زي هذا مع ناس ونتكرموا مع ناس أكبر منا سنا وقيمة إن صح التعبير، لأن الشيء اللي نديره فيه صعب مو سهل. إحنا ما نخدموش في قطاع خاص أو قنوات أو شيء، نقدموا في عمل وننتجوا فيه بأرواحنا، فجهد صعب والحمد لله هذا الحصاد متاعه. وشكرا بارك الله فيكم جميعا. شنو يعني لك اللقب يا مازن قبل كل شيء؟ بالنسبه للقب يعطي هلب اجتهاد وهلب اصرار ازاي قدام. انا نبي نستغل الفرصه بالنسبه لبرنامج قصه لاعب، حاب نقولها من هنا من المنبر هذا ان الموسم الرابع حيكون باذن الله في البرازيل بعون الله. هذا جديدكم، هذا جديد سبقتني انت. ايه هذا جديدنا. باي ان شاء الله نتمنى لكم التوفيق والف مبروك لكم. شكرا لك، شكرا لك وكل الحاضرين والمؤسسين لجنه ليبيا الذهبيه ان شاء الله. شكرا شكرا، الف مبروك. الجائزه الجايه